السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوات لاباس عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو ديالي في كامل الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه باش خدمت دوك القميصات اللي كنت خديت من رميساء، لان البنات في لي كومونتير كانوا رابوني على قالوا لي شاركي معنا الطريقه باش خدمتيهم. انا غنشارك معكم دابا قبل ما يتسالوا، يعني في المراحل الاخيره ديالهم ديال الفينيسيون ديالهم، باش غادي ان شاء الله نجي صافي يعني تحددوا صافي ويتلقوا البيع. هنايا يعني كان بقى لي هذا القميص، هذا كان طرزو من الفوق فوق الرنده، هذا البيج هذا كما كتلاحظوا. دابا هذا اللي بقى لي في الخدمه ديالو، يعني في ديك الهبطه ديالو اللي بقى، وبقى لي الفينيسيون التالي ديال التنبيله، وديال التنبيله على داك التنشاب وعلى الاخر نبيله وصافي. المهم المراحل الاخيره ديال الفينيسيون ديالهم كما كتلاحظوا هنايا الهبطه هذه. بالنسبه للقميص البنات كاملين بخمسه بهم، بسته بهم، سته اللي كاينين كاملين درت لهم الطريقه ديال الخدمه، يعني كل درت له خدمت له الراندا ديالو في اللون ديالو، الا الدرس درتو باللوينات. اللوينات اللي عندي في الطرزه ديال اي قميص خدمت به الدرس، يعني اللون كامل اللي عندي في الطرزه دورت بهم الدرس ديال الكول والكميمات والفتيحات والجناب. كما كتلاحظوا هنا هاد الهبطه. بالنسبه للقميص الاخرين خدمت اللون في اللون، هذا جاني شويه اللون ديالو بيج، وجايني شويه كله باهت، قلت خليني ندير له ديك الطرزه ديالو، يعني نطرزو نبين ديك الرنده ديالو نبينها بلون اخر مغاير، هكذا جات مزيونه. كما كتلاحظوا تنخدم على الرنده درتها غير رقيقه، الخدمه على جوج. وبالنسبه للعرض، يعني ماشي شي عرض كبير عندي، دايره في العرض دايره تما 10 ديال الغرزات، الخدمه رقيقه ميته، يعني على جوج الخدمه راكم كتشوفوا. هنا الكاميرا جاتني شويه مضببه، ما عرف مع التصوير ما رديتش البال. صافي هنا راه كنطرز على الرنده، طلعت الرنده بدوك التقيبات هكذاك مجنبين، وليت عاوتاني وليت عاود كنعمر هكذاك بالطرز. هذا بالنسبه للبنات اللي كانوا طلبوا معايا، قالوا عافاك شاركي معنا الطريقه باش غادي تخدميهم. دابا غنوريكم عن قرب، يعني كل قميص كي خدمته، يعني كلشي يكون هكذا قريب باش تشوفوا على ما نبيعهم ان شاء الله. واخا تعطلت فيهم كانوا واجدين شحال هادي، غير مع الخدمه ديال الكليان اللي كتكون يعني واقفه عليها، هادو ديال كما كنت قلت لكم دايرهم غير للبيع. وبالنسبه يعني كنسبق الخدمه ديال الكليان اللي كتكون عندي، يعني اللي كيطلبوا لي الناس الكليان ديالي. دابا عاد بقات لي شويه، يعني شويه لقيت في جو فين غادي ندوز هادو نكملهم صافي باش نطلقهم للبيع هاد 15 ان شاء الله التاليه. بالنسبه للي بغاهم، يعني اللي غادي هادو قميصات خفاف للعيد، صراحه مزيونين طالعين كاملين باليد، لا الجميع ديالهم ولا الرنده الوسطانيه، الجميع الدرس التنبيله كلها. بالنسبه للغلي حتى هو كله غادي يدور بالتنبيله ديال اليد، يعني الماكينه ما غادخلاش فيهم نهائيا ما شاء الله. بالنسبه للقميصات تنخدمهم يعني ما كنلحقش حتى باش نحطهم في القناه، ولا يعني اكثريه الكليان ديالي اللي سميتو كيجيو كيلقاوهم، ولا كتجي تحط شي حاجه وتلقى هادو تاخذهم. كيكونوا خفاف وكيبقاو ديما عاملين ديما خدامين صافي. التويد التوب ما شاء الله، التوب راكم شايفين التوب ديال التوب غزال، الريزات ديالهم والخدمه ديالهم كلها كتجي غزال، يعني كيبقاو خدامين ديما، ماشي شي حاجه اللي سواقيه دغيا دوزي بها وتمشي، ولا شي حاجه اللي مجلطه دوزي بها. كما كتلاحظوا هذا الخضر هذا نفس الطريقه كما قلت لكم الاختلاف كيكون غير في الخدمه ديال الجميع الوسطانيه، هي اللي كدير الاختلاف. كل قميص دايره له النوع ديال الرنده مجموع بها، وما بالنسبه للكول والكميمات كاملين دايرهم بالطرز وبالالوان، يعني مخدمه اللوينات اللي عندي في الطرزه هما باش خدمه الدرس، لا ديال الكميمات ولا الكول ولا الفتاح. هنا كما كتلاحظوا طارزه اللون في اللون، خدمه اللون ديال الثوب واللون ديال الرنده وطارزه بنفس اللون. هانتوما كما كتلاحظوا الفتيحات حتى هما بنفس، دايره السنينات باللوينات اللي عندي في الطرزه ديال الصدر. قميص كامل، القميص كاملين ماشي غير هذا، كاملين مجموعين بالرنده، لا الفتاحي لا الجناب لا الوسط، يعني كاملين باليد كلهم نفس الخدمه. كما قلت لكم يعني الاختلاف كان غير في الجميع ديال الرنده الوسطانيه، هو اللي ديال الهبطه هو اللي كاين فيه اختلاف. هذا البيج هذا كما كتلاحظوا كاملين طالع بالجميع، غرزه رقيقه، الكميمات كلهم بالدرس، الدرس رقيق حتى هويا. كما قلت لكم بقات لي غير التنبيله تما نبل فين نشبت صافي، وغادي ان شاء الله الحديده وصافي غادي ننزلهم لكم.
كتعرفوا يدو حدا والدار ورمضان شهر رمضان والوليدات وحيت الخدمه ديال الكليان بعدا هي الاولى ودابا عاد كان فيني هادو دارو موجدين تقريبا شي 15 يوم هادي ولا اكثر باش واجدين تحطوا عاود على ما نكمل ديال الناس اللي واقفين عليهم ودابا غنفيني هادو ان شاء الله وغادي ننزلهم. بالنسبه للبنات اللي بغاتهم وداكشي تواصل معايا في الرقم اللي غادي نخلي لكم وغادي ننزلهم مع جليبات وقميصات اخرين ديال البنات ان شاء الله. اما غندير فيديو واحد لكل حاجه ولا غادي ندير فيديو كامل نقدر ندير لايف نحطهم كاملين حتى هادو نحط القميص وديال الجليبات ديال البنات وقميصات هما ديال البنات ولا نقدر ندير كل حاجه بوحدها. كما كتلاحظوا هاد البلومارين حتى هو نفس الخدمه الزواقه اللي مخالفه هذا مخدوم الراندا وفيه فراشه من الوسط الجميع كله بالراندا الكتيفات ولا تحت الجدال تحت الكمام ولا الجناب ولا كله بالراندا نفس الدرس داير الدرس كله ديال السنينات ديال هذا الشكل ديال الدرس فيهم كاملين الالوان كاملين داخلين ديال الطرزه كما قلت لكم ندخلهم في الدرس الافتتاحات دايره فيهم غير السنينات حتى هما بالالوان ديال الطرزه ديال الصدر يجيو فنين هنا اللون البنات راه ما باينينش مع الشيع ديال الضو ما عطيش الكاميرا ما عطيش اللون الاساسيه ديال الثوب هاد الغوص كشري هذا دايره فيه الراندا حتى هي الراندا باللوايه نفس الدرس حتى هو الدرس وفي اللوينات ديال الطرزه والهبطه ديال الراندا هبطه باللوايه هكذا الراندا باللوايه شي حاجه اللي متقنوا هما البنات اللي عارفين الصناعه وداكشي راه اللي كيخدموا الصناعه راهم يعني كلشي باين ما حتى شي باش نشكر او نعلق يعني على الحاجه كلها باينه كل حاجه راه باينه الحاجه السواقيه باينه وحاجه ديال اليد اللي مخدومه متقونه على حقها وطريقه راه باينه هنا كما كتلاحظوا باقي لي غير ندور تنشيب ندور نفيني الكول والكميمات والجناب وداك الكولوغ اللي من تحت يعني دابا هنا راه مقبوط غير بالتنشاب ولكن ضروري من نخيط داك الاخر باش ما يبقاش خارج يعني نفيني البياسه كامله مزيان كما قلت لكم انا الجنيبات دايره غير السنينات درت فيهم غير السنينات باش كيجي خفيف هاد الصفر هذا حتى هو نفس الطريقه هذا غزال البنات اللون ديالو ما باينش هنا واحد الصفر فيه بارد غزال وداك الخضر الزيتي ماشي خضر الزيتي نرى اللون جايين هنا ما باينينش مزيان اللون هو اللي باين في الدرس داك هو اللون الاصلي ديال الرشمه اللي كاينه في الطرز وفي الاخر داك هو الزيتي اللي كاين غزال هاد القميص كاملين صراحه جاوا فنين كاملين اللوينات ديالهم جاو متناسقين جاوا فنين اللوينات فيهم مزيونين هنا كدير كما قلت لكم الهبطه مخالفه عاوتاني على الاخرين هنا راه مخدوم براندا ومنبت ومطروز ها الهبطه ديالو كي دايره كما قلت لكم في الاول راه غير الهبطه ديال القميص هي اللي مخالفه كل شكل كل قميص درت له شكل ديال الجميع ديالو ديال الراندا ديالو كما كتلاحظوا هنا الجميع شوف كيفاش رقيق غزال الخدمه كله مجموع براندا كاملين نفس الخدمه نفس الدرس دايره فيهم صافي غير الدرس كيمشي على حساب الرشمه اللي في الصدر يعني اللوينات اللي كاينين في الرشمه هما اللي كيمشيو في الدرس بالنسبه للبنات اللي باغيين يخدموا يعني يديروا سميتو صراحه هاد القميصات راه كيتمشاو كيطيروا ما شاء الله يعني كيجيو خفافين الخدمه فيهم الفصله فيهم فصله مخزنيه كيجيو مع جميع لي طاي مع السيده غليظه رقيقه ديرهم بالحزام بالنسبه للقميصه البنات كلهم راه دفعت لهم المجدلات ديالهم دايره لهم المجدلات ديالهم باش اللي باغا تحزم اللي باغا تخليه مطلوق تخليه مطلوق يعني كيتلبسوا على جوج اشكال محزوم او مطلوق حتى لهنا البنات نقول لكم خليتكم على خير ما تنساونيش ملي اللايك ديالكم البنات باش يطلع الفيديو شكرا الى اللقاء حتى الفيديو اخر ان شاء الله.